اليوم حقيقة تشرفت أن أكون من ضمن الحضور في ملتقى الجامعة الأول لتعزيز الصحة النفسية، وهذا الحراك حقيقي اللي تشهده الجامعة. أعتقد أن الجامعة فتحت الآن أبواب لأبنائنا الطلاب وأعضاء هيئة التدريس لتعزيز الصحة النفسية من خلال كثير من المبادرات تشهدها الجامعة، سواء على ورش العمل أو اللقاءات العلمية. كذلك اليوم دشنا ولله الحمد مع فريق العمل في لجنة صحة أو تعزيز الصحة النفسية العيادة الافتراضية، وهي أعتقد أنها نقطة الانطلاقة لنشر مفهوم الصحة النفسية بين أبنائنا الطلاب وأعضاء التدريس. بإذن الله تعالى نأمل ونتوقع من هذه اللجنة وهذه العيادة أن تكون لها تأثير قوي على أداء الطلاب وأيضا زملائنا أعضاء التدريس ومنسوبي الجامعة.